لماذا تم بناء الأهرامات؟ اعتقد المصريون القدامى أن الملوك قد تم اختيارهم من قبل الآلهة ليكونوا وسطاء بينهم وبين الناس على الأرض، لذلك كان من مصلحتهم الحفاظ على جثة الملك سليمة حتى بعد وفاته، حيث ساد الاعتقاد قديما بأن جزءا من روح الملك والمعروف باسم كا يبقى مع جسده، وحتى تتم رعاية روحه بشكل صحيح قاموا بتحنيط جثث الملوك ودفن كل ما يحتاجونه معهم في الحياة الآخرة كالأوعية الذهبية والطعام والأثاث، وبناء الأهرامات باعتبارها مقابر لهؤلاء الملوك. تعد الأهرامات الموجودة في مصر هي الأهرام الحقيقية، بالرغم من أنه تم إطلاق هذا المصطلح على هياكل مشابهة في بلدان أخرى. وتتميز الأهرام المصرية بقاعدتها المربعة وجوانبها المثلثة، حيث تتشكل الجوانب صعودا بزاوية 50 درجة تقريبا من سطح الأرض. وقد تم بناء النموذج الأولي للهرم خلال الفترة بين سنتي 2680 إلى 2565 قبل الميلاد. ثم تم بناء الهرم المدرج في سقارة في سنة 2620 قبل الميلاد. وقد قام كل ملك فرعوني ببناء هرم خاص به لحفظ جسده المحنط بعيدا عن أعين الناس، بحيث تم بناؤه من حجارة الأجر الطينية ذات الغلاف الحجري، وقد استغرق بناؤها سنوات طويلة لعدم وجود الآلات المتطورة في ذلك الزمان. وتعد أهرامات الجيزة الثلاثة في القاهرة الأكبر والأفضل من نوعها في العالم، والتي بدأ بناؤها سنة 2680 قبل الميلاد، حيث بنيت من كتل حجرية من الصخر الجيري، كما تم تشييد العديد من الهياكل الهرمية في بلاد بين النهرين ومايا المكسيك التي بنيت من كتل شديدة الانحدار، وأهرامات أمريكا الوسطى، كما بنى الرومان مقابر هرمية صغيرة لهم من الخرسان المكسورة بالرخام، ويعد هرم سيستيوس في روما أشهرها. قامت العديد من الحضارات ببناء الأهرامات في مختلف أنحاء العالم، ومن أكبر وأهم هذه الأهرامات ما يأتي: هرم خولولا الكبير في المكسيك، والذي يعد أكبر الأهرامات في العالم. هرم خوفو العملاق في مصر، والذي يعد من عجائب الدنيا السبع. وهناك هرم خفرع في مصر أيضا.